تعين الرتم الهل واحد عكس عكس الثاني. الثاني يقول لا تشتكي ومن اتخاذ ما قتل، الحب هذا الوقت ما فيه خير، ولا ترتفع سقف الطموحات وتنخذل، اللي يحبك راح يبقى للأخير، واللي تحبه لو يحبك بالفعل كان الكلام بداخلك ما هو كثير، وإذا الرسائل بينكم بدأت تقل تأكد أنها زايدة مع شخص غير. يا سلام، أول القصيدة كفو بعيدة، لكن أتكلم عن طريقة اللي للقاء، ترى ما هو بشيء سهل. نعم نعم، إذا بتلقي يا طويل العمر الرتم يكون تقريبا واحد لين توصل البيت الأخير. لو وصلت البيت الأخير الرتم ينزل مع الشطر حتى الثاني. هو تلقائي عنده يدري إنها خلاص. في بعضهم قد مرت علي.